أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. وفي محورنا الأول، بعد 3 أشهر على اختطافهن، تنظيم الدولة يطلق أول دفعة من مختطفات السويداء. اتفاق متعدد الجهات ومتعدد الأطراف، المهم أن 6 أشخاص عادوا إلى الحرية وما زال 20 بانتظارها. من اشترك وعلى ماذا سيحصل كل مشارك في صفقة أجلت وأهملت وعادت إلى الواجهة على حين غرة؟ وفي محورنا الثاني مشاهدينا، اللاجئون الفلسطينيون وصراع الخيمة التي لا تقي من حر ولا تبعد شبح الشتات عنهم. مشهد مصغر في مخيم بعيدا عن متناول الحضارة، يعيش المئات وحيدين كحال أجدادهم وآبائهم، لا مظلة من منظمة ترفع اسمهم ولا هيئة تقول إنها تدعمهم. من مخيم دير بلوط مشاهدينا، ننطلق في الشتات الجديد لفلسطيني سوريا. مشاهدينا من جديد، أطلق تنظيم الدولة سراح 6 مختطفين من مختطفي السويداء في أول عملية تبادل أسرى مع النظام في البادية السورية. نقلت شبكة السويداء 24 أن رجال كرامة كانوا جزءا من عملية التفاوض التي تمت بين تنظيم الدولة ونظام الأسد، والذي أطلق سراح 17 معتقلة و8 أطفال من أسر التنظيم أو من أسرى التنظيم. أضافت الشبكة أيضا أن المراحل اللاحقة سيتم تنفيذها في الأيام القليلة القادمة دون تحديد تاريخها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير، ثم نعود لنقاش هذا الموضوع مع ضيوف سوريا اليوم. وذاك ما كان يحبس أهالي السويداء الأنفاس لأجله، أصبح اليوم في طريقه لمفاوضات جديدة. وتلك إذن مرحلة من مراحل الحل لمختطفي السويداء لدى تنظيم الدولة. من مخرج هذا الحل وفي هذا الوقت على وجه التحديد؟ وذاك سؤال آخر يحمل الكثير من التفاصيل العسكرية والتي أدت إلى فرض هدنة روسية في تلول الصفا معقل تنظيم الدولة، وهو ما يفسر بالتالي عدم تقدم النظام باتجاه هذه المنطقة وفشله في إحراز السيطرة. والاتجاه البديل على ما يبدو وصل إلى مفاوضات بين النظام وتنظيم الدولة، قضى بإفراج التنظيم عن 2 وأربعة أطفال كان قد اختطفهم في هجوم قرية الشبكي بريف السويداء في 25 من شهر تموز يوليو الماضي. في المقابل ماذا قدم النظام؟ لقد قام بالإفراج عن 17 من زوجات عناصر في تنظيم الدولة، بالإضافة إلى 8 أطفال من أبنائهن. وتقول شبكة السويداء 24 أن رجال الكرامة كان جزءا من عملية التفاوض مع التنظيم، وذلك بالتنسيق مع النظام ووجهاء من المدينة وأطراف أخرى، دون وضوح صورة التفاصيل بشكل أكبر. أما الصورة الظاهرة إلى الآن فهي تعكس مفاوضات مرحلية، وقد نفذ منها المرحلة الأولى، على أن يتم تنفيذ المراحل اللاحقة في الأيام المقبلة دون التطرق إلى تاريخ خروج البقية من معتقلات تنظيم الدولة. لكن الصفقة تقضي بتسليم أكثر من 60 معتقلة لدى النظام، وهن ما طلب تنظيم الدولة بهن لإتمام المفاوضات، بالإضافة إلى دفع 1,000,000 دولار عن كل مختطفة من أهالي السويداء. وهي صفقة سيكون لقوات سوريا الديمقراطية نصيب فيها في المرحلة الثانية للمفاوضات حسب مصادر تلفزيون سوريا. وكانت قصد بالفعل قد أعلنت في شهر آب الماضي عن تقديم أسرى من تنظيم الدولة محتجزين لديها مقابل الإفراج عن مختطفات السويداء. يلقي ملف المختطفات بظلاله على منطقة السويداء، ويحاول النظام تزامنا مع هذه المفاوضات العودة للحديث عن التجنيد والالتحاق بالخدمة العسكرية للمتخلفين عنها، وهي المسألة التي يرفضها رجال الكرامة، لكن النظام عاد للحديث عنها على طريقته. فما هي الطريقة؟ كل مكلف فوق 35 سنة عمره
كمان بيلتحق على الفيلق الاول سواء كان احتياط ولا غير احتياط. كل شيء مكلف بالعربيه الفصحى والنظاميه. كل شخص مكلف بالخدمه الالزاميه ودون سن ال 35 يسوى ما يسوى كل عناصر الجيش العربي السوري في الجمهورية العربية السورية. يعني نحن اليوم هيك جايين يعني لا معنا عصائل لا معنا دبابة ولا معنا شيء. إذن تحاول الأطراف الفاعلة في ملف المختطفات الاستثمار لزيادة رصيد ربحها الخاص وكل على طريقته. من سيقطف ثمار حل هذا الملف؟ وبالمقابل ما هو الثمن الذي من الممكن أن تدفعه السويداء مقابل هذا الحل؟ أسئلة جائزة وتبقى الإجابة الدقيقة برسم انتهاء مراحل المفاوضات. إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من أربيل رستم محمود الكاتب والصحفي، ومعي أيضا عبر سكايب من باريس الصحفي السوري مالك أبو الخير. وأبدأ محورنا لهذه الليلة مع صحفي من السويداء كرم منصور، لعله يعطينا صورة أكثر اتساعا ووضوحا عن تفاصيل الاتفاق. ورحب بك سيد منصور، وبداية يعني يبدو أن هناك بعض الإبهام في تفاصيل هذا الاتفاق وحتى في الأطراف التي يعني خاضت المفاوضات ودخلت في هذا الاتفاق. ما هي الأطراف تحديدا التي شاركت في هذه الصفقة إن صح التعبير، ومن هو عرابها؟ هل هو النظام أم هي روسيا؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام نور وللسادة المشاهدين. نعم، يمكن الصفقة التي تمت يوم أمس هي من أكثر الصفقات تعقيدا وتركيبا على الجغرافيا السورية. هنالك عدد من الأطراف المشترك فيها مثل ما ذكر التقرير، روسيا وقوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى مشايخ الكرامة. أريد أن أشير أن اللاعب الرئيسي في السويداء الذي كان هو نقطة الوصل والتوصل لحل جزء لما حدث ولحادثة إطلاق الأسيرات عند تنظيم الدولة هم مشايخ الكرامة، ولكن يسعى النظام للالتفاف على هذا الإنجاز ولتسويق نفسه وإظهاره بالشكل الذي يعني تفيد البروبوغندا والأجندة التي دائما يسوقها. سيد منصور، ما هو الدور الذي لعبه رجال الكرامة تحديدا في هذا السياق؟ الدور الذي لعبه رجال الكرامة أولا بداية دور عسكري، ومن ثم بالمفاوضات عن طريق الوساطة، والوساطة هنا أتكلم عن طريق وجهاء محليين من ريف دير الزور وحمص، كانوا أيضا هم من الوساطة. كان هنالك مفاوضات مباشرة بين رجال الكرامة والوفود الوسيطة. النظام استغل هذا، كان النظام جزء من هذه الصفقة وليس كلها، ولكن اليوم يخرج النظام ويقول أن العملية تمت بعملية الإفراج تمت بعملية نوعية للجيش السوري، وهذا كلام عاري عن الصحة. الجزء الرئيسي الذي كان يعمل في هذه المفاوضات هم رجال الكرامة. نعم، هو اصلا لم يتحدث عن وجود صفقه بالفعل، يعني وكاله سنا كانت تتحدث عن عمليه امنيه او عسكريه، عن عمليه نوعيه. واذا اردنا ان نتكلم عن عمليه نوعيه يعني ان هنالك عمليه عسكريه. منذ حوالي 3 أيام كان النظام، كانت روسيا قد فرضت على النظام هدنه تم خرقها، ولكن الروس عادوا للضغط على الأطراف لتتم هذه الهدنة 3 أيام ولإخراج القسم من المختطفين. إذن كان هناك ضغوط روسية بالفعل وتدخل روسي، يعني هل تعتقد أن روسيا هي التي كانت تريد التوصل إلى هذا الاتفاق وليس النظام هو من كان يريد ذلك؟ هل تعتقد أن روسيا كانت تحاول التخفيف من أعباء المعركة في شرق السويداء؟ سيدتي، النظام الجميع يعلم أنه هو أداة، هنالك طرفان، طرف روسي وطرف إيراني. في الملف السويداء الطرف الإيراني هو طرف معطل. الروس يسعون لإيجاد تسويات، ربما يرسمون لأهداف بعيدة، ولكن دائما النظام هو أداة. عندما يضغط عليها الروس يستجيب، وعندما أيضا يضغط عليها الإيرانيين بالطرف الثاني قد يعرقل. نعم سيد منصور، يعني الاتفاق له شقان وهو إطلاق سراح الأسرى من الطرفين، وهناك أيضا الشق
الشق المالي، يعني سيتم دفع أو تم دفع مبلغ كبير من المال لطرف تنظيم الدولة، ما يقارب 27 مليون دولار، يعني مليون دولار عن كل من الأسرى الموجودين لدى التنظيم. يعني كيف يمكن وصف ما حدث اليوم كمرحلة أولى من هذا الاتفاق؟ يعني هل العدد الذي أطلق اليوم هو العدد النهائي الذي سيطلق من طرف النظام، أم أنها فقط مرحلة أولى، أم أن هذا هو الشكل النهائي للاتفاق والآن بانتظار إطلاق الباقي من طرف تنظيم الدولة؟ يعني هذه الجزئية أيضا ليست واضحة. أنا سأتكلم معلومات هي وصلتني من مشايخ الكرامة. مشايخ الكرامة وفصيل مشايخ الكرامة لم يقوم بدفع هذه المصاري. الشق المالي لا علاقة له مشايخ الكرامة به ولم يتم دفعه، ولكن هنالك في المراحل القادمة سوف الكلام عن إخراج دفعات بشروط معينة، منها يعني ربما إذا تم الاتفاق حسب الرواية أنه سوف يتم إخراج تنظيم الدولة وسماح لهم بالمرور من قبل النظام إلى ريف دير الزور، إلى أرياف دير الزور التي سيطر عليها تنظيم الدولة، ولكن المبالغ المالية التي ذكرت في الاتفاق لم تدفع مشايخ الكرامة هذه المبالغ المالية، وأنا هنا لست بوارد التحليل، أنا هنا أنقل المعلومة. يعني تعتقد أن إطلاق سراح باقي المعتقلين من قبل تنظيم الدولة قد يكون له ثمن آخر بخلاف أن يتم الإفراج عن أسرى آخرين أيضا من طرف النظام ومن طرف قطر؟ لا، رح يصير الصفقة رح تكون إفراج وأيضا يعني مناطق إعطاء ممرات آمنة ومناطق نفوذ، ولكن نحن بانتظار أن يكون هناك أرقام آخرين من المفرج عنهم خلال المراحل القادمة. نعم، ربما خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد كرم منصور الصحفي من السويداء، كنت معي عبر الهاتف. أنتقل لمناقشة هذه النقاط التي تحدثنا عنها مع السيد أبو الخير، معنا عبر سكايب من باريس. بتقديرك سيد أبو الخير، لماذا تأخر التوصل إلى هذا الاتفاق حتى الآن؟ هل هو تعثر أو يأس من أي انتصار عسكري على تنظيم الدولة من الممكن أن يقوم به النظام؟ مساء الخير أولاً. التأخر هو كان بشكل مقصود من النظام، كان أن يحاول النظام من خلال إيحاء للناس أو من خلال أنه يضحك على الناس اللي هو عم يفاوض من خلال لجان تبين أنها هي تابعة له، عم يتفاوض مع الدواعش لإخراج المتطرفات، لكن العملية كانت هي تعطيل من قبل النظام، وتحديدا مثل ما قال ضيفك كريم السويدا بالتعطيل من الايرانيين تحديدا لتاخير واذلال الدروز. يعني هي رساله لاذلال الدروز عبر اعدام اول رهينه ومن ثم اعدام الشهيد ثروت بهي الطريقه المذله. هم كانوا عم يحاولوا تحديدا النظام والايرانيين الى توجيه رساله خلينا نقول فيها اذلال للدروز عبر توالي عمليات الإعدام. لكن خلال الأيام الماضية فبعد تحديداً عملية الإعدام صار في حملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك هجوم كبير على النظام، تم كشف ملفات لتورط النظام بعملية الكذب على عملية التفاوض. النظام ما كان عم يتفاوض خلال الشهرين الماضيين، النظام كان عم يدعي أنه عم يتفاوض، لكن هو كان عم يعطل العملية أملاً منه بإعدام. لكن كان هناك معركة خلال الفترة الماضية، ليس كذلك سيد أبو الخير؟ وخسر فيها النظام خسائر بشرية كبيرة. هلأ إذا بدنا نقول كان في معركة، ما النظام هو اللي نقل الدواعش من مخيم اليرموك، هو جابهم، هو تقاتل معهم، هناك كمان كان عم يتقاتل معهم. نحن ما عاد فينا نصدق كل روايات النظام بالمعارك، كمان النظام عم يستخدم الجيش لأدوات لتمثيليات معينة هو عم. طب ما هي مصلحة إيران من تأخير اتفاق كهذا؟ حاول إيران منذ سنوات طويلة بتحاول دوما السيطرة على السويداء، فرض ملفات إلها بالسويداء، فرض وجود إلها بالسويداء، وهذا الموضوع فشلت فيه. فكانت الخطوة الأخيرة إلها من خلال نقل الدواعش من مخيم اليرموك وتعزيز وجودهم في تلال الصفا والهجوم على مدينة السويداء. التأخير هو لم يكن هناك تأخير، إنما كان تعطيل واضح من قبل النظام، لكن لما تم عملية فضح كيف عم يقوم النظام بعملية التعطيل، هون تدخل الروس، وأيضا هناك ضغوطات دولية تمت من لوبيات درزية غير سورية
بموجوده في امريكا، في موجوده في اوروبا، ضغطت ووصلت ملفات كبيره اجبرت من خلال هاي الملفات من خلال هاي الضغوطات الروس على التدخل الفعلي للحل، وبالفعل طلع الحل خلال ايام قليله ما بعد التحرك اللي صار. هل تعتقد ان الطرف المادي من صفقه روسيا من تكفلت به؟ يعني تحدث السيد منصور عن ان الاطراف المحليه في السويداء يعني لم تقم بدفع اي مبالغ ماليه. من خلال تواصلي مع لجنة التفاوض اللي رأسها الشيخ حكمة الحجري شيخ عقل الطائفة الدبدية، من خلال معلوماتي مع اللجنة حاليا لم يتم دفع أي مبلغ حتى. نعم. لم يتم دفع. نعم تم عرض المبلغ وتم وضع المبلغ، لكن كان قيد التفاوض. خلينا ننتبه لنقطة، هو كان قيد التفاوض. حاليا لم يتم دفع أي مبلغ. الصفقة هي على الشكل التالي: تسليم 60 شخص، 60 معتقل، لدى 60 أسير أو ما عشان نسميهم عند داعش موجودين عند النظام الصفقة الأولى، بالإضافة إلى أشخاص موجودين عند قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية مشكورة كانت متعاونة إلى أبعد حد بما يخص قضية مختطفات السويداء، وأدت التعاون الكبير بهذا الموضوع. هي رح تكون بالجزء الثاني حسب معلوماتنا في الحل. إطلاق سراح، مقابل إطلاق سراح 6 أشخاص من المختطفين. المرحلة الثانية هي وضع ممرات آمنة لتنظيم داعش، يعني مثل ما نقلوهم من مخيم اليرموك على طول الصفا، هلا ينقلوهم على مرحله على مكان اخر ومن ثم اطلاق. هل هو معروف هذا المكان؟ لا حاليا هي كلها معلومات، لكن حسب ما هو معروف. نعم. هي طيب يعني حسب معلومات اوليه يعني. لمزيد من التفاصيل حول دور قوات سوريا الديمقراطيه انتقل الى ضيفي السيد محمود من اربيل. يعني كما تحدث ضيفي سيد محمود، هناك العديد من الأطراف في هذه الصفقة، قوات سوريا الديمقراطية أحدها، وتم بالفعل إطلاق سراح حوالي 16 أو 17 محتجزا كانوا لدى قوات سوريا الديمقراطية في هذه الصفقة. ما المقابل الذي ستحصل عليه قساد حتى أطلقت سراح هؤلاء؟ حقيقة يعني قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي وجميع المنظومة في شرق الفرات هي أسيرة نزعتين تراجيديتين. النزعة الأولى عدم ثقتها بالحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا تريد قوات سوريا الديمقراطية ولا تستطيع في أي لحظة أن تقطع الخطوط مع النظام السوري والطرف الروسي، حتى في أوج علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنها سوف تبني قواعد عسكرية طويلة الأمد في تلك المنطقة. ووعد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بأن لا يترك الطرف الكردي بدون حصة في محصلة المسألة السورية، إلا أن الطرف الكردي يستشعر عدم ثقة عميقة، لذلك دائما يبادر لأن يخلق مساحة مشتركة مع النظام السوري، خصوصا بعد سوء الفهم الشديد بعدما جرى عملية اقتتال بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي قبل قرابة شهرين. لذلك تسعى قوات سوريا الديمقراطية من خلال مثل هذه الحركات ومن خلال مثل هذه الجزئيات أن تبقي خطوط الوئام مفتوحة بينها وبين النظام السوري وبين روسيا. المسألة الأخرى أن قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي أسير نزعة إيديولوجية وخطابية تقول أنا لست تنظيما كرديا فحسب، أنا لا أنتمي إلى عالم المطالبات القومية الكردية التقليدية، لدي مشروع يشمل كامل سوريا وهناك رؤية وطنية لا تختصر فقط على حقوق الأكراد، يمكن لي كقوات سوريا الديمقراطية أن نساهم في العملية السورية في كافة المناطق. طيب. القصة التراجيدية في هذه المسألة أنه لا يستطيع أن يستحصل يعني على أي شكل من أشكال الرضا العمومي من قبل القواعد الشعبية السورية عبر الوطنية السورية. المسألة الأخرى أنه في أبقائه على نوع من صلات الوصل مفتوحة مع النظام السوري. نعم. لن يستحصل مستقبلا. يعني في هذا السياق سيد محمود، إذا كان يحاول إرضاء النظام السوري وروسيا من جهة، هل هو حر في التصرف بشكل كامل ولديه هذه الصلاحية من قبل الأمريكان حلفائه في هذه المنطقة، لسيما أنه من المرجح أن يتم فتح الممرات كما تحدث السيد أبو الخير لعناصر التنظيم الموجودين في هذه المنطقة إلى مناطق تحت نفوذ الأمريكان، إلى الجيوب التي يقاتلها الآن التحالف وتقاتلها قوات قسد؟ هناك اختلاف واضح بين الجهة أو العناصر التي يسمح لقوات سوريا الديمقراطية بأن يتصرف بهم، يعني الأسرى الذين ينتمون إلى عالم المقاتلين وقادة تنظيم داعش
والمخططين الرئيسيين خصوصا المنتمين إلى جنسيات أجنبية والضالعين في الملفات المالية والعسكرية وملفات تفجيرات في التنظيم الذين يقودون شبكات التنظيم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية. هم ليسوا أحرار في إطلاق سراحهم، والولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بهذا الموضوع ولن تسمح لهم بأي شكل من الأشكال أن تفعل بهم أي شيء. بينما فيما يخص بعض يعني الأسيرات من زوجات القادة ومن زوجات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي ومن أطفالهم والذين هم بالعشرات، لأن قوات سوريا الديمقراطية هي التي خاضت المعركة الرئيسية ضد تنظيم داعش في منطقة الرقة وشمال محافظة دير الزور وحتى في الكثير من المناطق في محافظة الحسكة، فإن قوات سوريا الديمقراطية تستشعر من طرف بثقل هؤلاء الذين هم بالآلاف وهم موجودون في سجون هذه القوات، وعلى هذه القوات أن تؤمن لهم الحماية وأن تؤمن لهم شكل من أشكال التعليم والرعاية الصحية، وهم ثقل عليه من حيث يعني الوضع البيروقراطي. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستشعر وقوات سوريا الديمقراطية لا تستشعر بخطر هؤلاء الأفراد الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وتسمح لها أن تبادر بين فترة وأخرى لأن تقدم مبادرات باتجاه حسن النية تجاه يعني نعم. الجماعات السورية، كما قال سيد مالك الضيف من قليل، هذا شيء يخلق نوع من الوئام الوطني، يعني هناك شعور بأن قوات سوريا الديمقراطية يعني لن تخسر شيئا بالإفراج ولن يكون عن أسيرات مشكلة ولن يكون هناك مشكلة أولاد لأعضاء في تنظيم داعش، لن يكون هناك مشكلة لو تم نقل عناصر نعم. من شرق السوري ولن يكون هناك مشكلة لو تم نقل يعني عناصر هؤلاء من شرق هؤلاء السويداء إلى الجيوب في دير الزور. عزيزتي هؤلاء ليسوا مقاتلين، يعني هؤلاء أما أطفال أو زوجات من حيث العدد أنا الرئيسي. أنا أتحدث عن الموجودين اليوم في شرق السويداء، عن المقاتلين الموجودين في شرق السويداء لو تم فتح لهم ممرات وذهبوا إلى الجيوب في دير الزور، هذا الأمر لا يمكن أن يضر بمصالح الأمريكان في هذه المنطقة. أكيد سوف يدور، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق على يعني على أن يصلوا إلى تلك المنطقة، لأن قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية تفصل بين يعني آخر نقاط سيطرة النظام السوري شرق جنوب نهر الفرات وبين منطقة المناطق القليلة، يعني إذن الجيوب القليلة المتبقية جزءا من الصفقة داعش قد تعارض قسى جزءا من الصفقة لو أفضت بالفعل إلى محاولات لنقل هؤلاء المقاتلين إلى دير الزور، أليس كذلك؟ أكيد سوف تعارض إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان هذا العدد ضئيلا جدا لا يتعدى بعد العشرات، وقتها سوف تقبل قسد بأن ينتقل هؤلاء كما أعتقد إلى تلك المنطقة، وأن تكون مبادرة حسن النية تجاه أهل السويداء من طرف وتجاه نظام السوري والقوات الروسية من طرف آخر. أعود إلى سيد خصوصا وأن مصير المنطقة المتبقية في محافظة دير الزور شبه معروف، يعني هي منطقة قصيرة جدا ومحاصرة من كل الجهات، ولا يستطيع تنظيم داعش أن يصنع أي شيء، ومحاصر من كافة الجهات، فقط القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية نعم. تحسب حساب عذرني على المقاطعة سيد محمود، قليلة لا تستطيع الهجوم. نعم أختم مع سيد أبو الخير من باريس، هل هذا الاتفاق أي علاقة أو صلة بملف تجنيد الشباب في السويداء؟ هل تم ابتزاز مثلا في هذه الناحية أو أي مقايضات من طرف الروس والنظام ويعني مع أهالي السويداء في هذا الملف؟ خلال وجود الروس الفترة الماضية وحتى النظام طرحوا ملف التجنيد، لكن كان الجواب واضح من خلال رجال كرامي، كان الجواب واضح، لا نقاش في ملف التجنيد إلا حين إطلاق سراح المختطفات كاملة بعد الانتهاء من هذا الملف، وهذا الملف ما له أي علاقة بالملف الآخر. لسنا نحن لا نحن اللي سهلنا الهجوم، النظام هو من سهل الهجوم، هو من نقل الدواعش. ما بتوقع انه النظام هو كل النظام وقح ممكن يعني ممكن او الايرانيين وقحين ممكن ان يبازروا من خلال هاي النقطه، لكن جواب رجال الكرامي وحتى مشايخ العقل لا نقاش في هذا الموضوع الا بموضوع التجنيد الا لبعد ما اخراج كل المختطفات. هلا فينا نقول بعد اخراج المختطفات بلش موضوع التجنيد. هلا موضوع التجنيد هو قبل النهايه، قبل ما يكون رجال الكرامي لموقفهم واضح انه على رفض خروج ابناء السويداء خارج مدينه السويداء خدمه ضمنها، ايضا هو قرار شعبي، هناك قسم كبير من ابناء السويداء وخلال اجتماع سيد ابو خير، متى من المتوقع اطلاق سراح باقي المختطفين او يعني بصوره اوضح اتمام تنفيذ المرحله الثانيه او المراحل الاخرى من الاتفاق؟ هلا ما دام تمت العملية الأولى بهذه السرعة وخلال عدة أيام فقط،
نحن نعم بقول لك متفائلين بإطلاق، ونتأمل بأنه هذا الاتفاق يتم بشكل نهائي، لأنه روسيا أيضا تريد تثبيت قواعدها في المنطقة الجنوبية، ففي أمال كبيرة بأنه نعم يتم هذا الموضوع. لأنه هذا أيضا أشكرك أشكرك شكرا جزيلا الصحفي السوري مالك أبو الخير، كنت ضيفي عبر سكايب من باريس، وشكر أيضا موصول لك السيد رستم محمود الكاتب والصحفي، كنت ضيفي من أربيل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة محورنا الثاني، فابقوا معنا.